जब हुआ जब लव हुआ। انا قصدي اقول انه اعطوني منشار. وينه منشار؟ في منشار، هذا منشار، هذا منشار. هلا اعتبر هذا موعد. اتركوني، ليش جبتني لهون؟ والله هذا سؤال كثير مهم دكتور. انيا. اوه انيا، انيا تذكرت انه انيا. برافو عليك، جواب حلو كثير. شو جاهزه انيا؟ يلا بدنا نقطع. شو جاهزه؟ لا لا بعده عني، اتركوني بدي اروح. بعده عني بدي اروح. شو بدك تروح دكتور؟ انت فحص لايدها. ايه مزبوط مزبوط، انا بدي افحص لايدها، لازم. من واجبي انا كطبيب افحص لايدها. يلا صبتي لايدها منيح، يلا لازم افحص لايدها. تفضلي خليني افحص لك ايدك. ايوه عارف شو؟ نحن لازم نشوف صور الأشعة. هاتي لهون ورجيني يلا. ولي شو هالصور هاي؟ كتير سيئة كتير سيئة، عظام إيدك كلها مكسورة. لك شو هذا؟ لازم نعمل لها عملية بأسرع وقت. لو سمحت انزل فورم بوجهك، قدم طلب مشان نعمل لها العملية المخلوقة، وإلا حالتها رح تكون كتير خطيرة. ليك 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 يا أخي، شفت تنتين نسوان؟ لا 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 لا، ما شفت حدا هون. ليك أخي، شفت تنتين كانوا ماشيين سوا، واحدة صبية وحلوة كتير، والتانية مرة كبيرة بالعمر. ايه تذكرت، شفتهم هنيك. والله؟ أها. طيب شكرا كتير أخي، لا تأخذني إذا أزعجتك. في ناس بيروحوا بدون ما يدفعوا، بس انت من دون ما تعملي عمليه ليش؟ حابه اتمشى. لا 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 لا، المشي ممنوع لك يا ممرضه، يا ممرضه تعالوا تعالوا كلكم التموا. شوفوا هي بدها تهرب. قال على ما يبدو الكسر مأثر على قدراتها العقليه، وانا بشوف انه عقلها اذا ما ادرك موضوع العمليه رح تحصل كارثه كبيره. لك انت مجنون وهي مجنونه والكل مجانين، اتركوني بقى. اسمعي اسمعي اسمعي، على فكره هي هي اول عوارض الجنون، امسكوها لا تخلوها تفلت منكم ابدا، ولازم نلحقها بجلسه كهربائيه. ما في علاج غير الصدمات الكهربائيه. بعدوا عني، اتركوني. يلا تركوني. يلا خدوها العلاج. يلا العلاج. راول اسمع اسمع شو عم يقول هالدكتور المجنون. قال انا مجنونه وبدي صدمات كهرباء. انا مجنونه عشان الله انت قل له. لا لا يا انيا، ما فيك شيء، انت منيحه دكتور. مو هيك، هي منيحه. انا رح اخذها هلا على غرفتها، وانا بوعدك كمان يا دكتور انه ما عاد رح تتصرف شيء مو منيح. مو هيك انيا؟ ايه انا موافقه. منيح راول، بدي روح على الحمام. ماشي ماشي، ما في مشكلة أبدا، رح أبعتهم معها. يلا خدوها على الحمام. يلا لو سمحتوا خليكم جنبها، لا تتركوها. ها يلا يلا بسرعة، بدي رعاية. لا تخافي لا تخافي، أوعى ها، لا تخافي. يلا معك. برافو. يا ربي شو هالعلقة، وقال شو رح يعملوا لي عملية. لو سمحتي هلا رح يحطوا لي سيخ جوات ايدي ليعالجوا الكسر، ما هيك؟ ايه ليشبر العظم. لك هالبنت مجنونه، قلي ليش عم تساوي هيك؟ ببساطه لاني قلت لها انها ما بتناسبني، وكل هذا الشيء بس لحتى تلفت انتباهي. تخيل. طيب انت متاكد انه هي البنت كسبت عليك؟ ايه طبعا انا متاكد من هذا الشيء، بس بالاول ما بخفيك صدقت انه في كسر. ها؟ بس منيح شفت الاشعه. قصدك صور الاشعه يلي شفناهم وما فيهم كسر، ما هيك؟ ايوه، وهذا هو يلي خلاني قرر انه جاريها بلعبتها هي، وهي هي كل القصه باختصار يا دكتور، فهمت؟ فوتي لغرفتك وهلا بيجي. فوتي. بس انت لازم تكون كتير منتبه، هالبنت شكلها ذكيه وفتحه، واذا شكت بشي واحد لا من هالناحيه اطمن ما رح تشك فيني ابدا. وبعدين انت عم تمثل كتير منيح، وخليك هيك، وانا وياك رح نضل عم نمثل لحتى تعترف بالحقيقه. بس الخوف من العمليه الجراحيه ما رح يخليها ساكته كتير. ها. غبي، مفكر رح تهزمني؟ ما رح يطلع لك معي. اسفه راؤو، مو سهل ابدا انك تفوز قدامي. استنى وبتشوف. آنيا؟ شبكي شو صار؟ ايدي عم توجعني، رح موت من الوجع يا دكتور. دكتور لو سمحت ساوي لي العملية بقى. ساويها بسرعة، بصراحة أنا ما عاد فيني أتحمل. عملية بسرعة؟ إيه بسرعة.
آه أنا ما عاد فيني أتحمل هالوجع. لا لا يا آنيا، هلأ مستحيل أنه نساوي لك العملية. آه مزبوط مزبوط، اليوم مستحيل نساوي العملية يا آنيا. بس أنا ما عاد فيني أتحمل. يعني كيف هلأ عم تقلي ما في عملية؟ مو من شوي قلت لي إيه؟ آنيا أنت لازم تعرفي أنه كيكو أنا بقصد أنه الدكتور لازم يحضر للعملية. يحضر؟ شو بده يحضر؟ إذا كان المريض جاهز شو لازم يعمل الدكتور لسا؟ العملية شو بده تحضير؟ آه؟ ها؟ قصدك أجهزة وأدوات؟ هي إبرة التخدير صح؟ يلا دكتور مسيك هي خدرني، ما عاد فيني استحمل، امسكها بسرعة. هلأ أنت الشخص الوحيد الموجود بالبيت لحتى يفتح الباب؟ بنتي مين اللي على الباب؟ ابني اجيت حبيبي؟ اضطريت اجي، مو يبدو بالأخير صارت مصيبة كبيرة من دون علمي. ما بيصير تحكي هيك ابني، هاد عرس أختك. وهذا الشيء اللي بدي أعرفه يا أمي، يعني مين هو الشخص الفهمان اللي سمح بزواج راغو من أختي؟ لهان ابني أنا مبسوط بجيتك، وأصلاً أنت اجيت بالوقت المناسب لأنه في عنا شغلات كتير نعملها سوا. امشي مع نجيب حلو. والله بس أنت بحياتك ما مشيتني معك يا أبي. أنا شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكيه يا ابني؟ اللي عم تعمله أنت حكي فاضي، وإلا ما كنت جوزتوها لأختي جوازة مثل هي. لا وغير هيك ما حدا فكر يحكي معي ويخبرني بالموضوع. إيه ولوين كنا بدنا نحكي معك يعني؟ وبعدين كل هالقصة هاي صارت بسرعة، والحمد لله أنه كل شيء تم بخير وكله تمام، وكل أهل الضيعة مبسوطين وفرحانين لراكو لأختها. إيه ماشي، بس أنا ما رح خلي هالجازة تتم. لهان لا تنسى أني عايش، وأنا هون اللي بقرر. أنا كبير هالعيلة، يعني أنا اللي بقرر كل شيء وكلمتي اللي بتمشي، وأنا مو شايف أي مشكلة، وبدي خلي هذا الزواج يتم. ورح يتم، ورح يتم أول ما يرجع راكو. هذا إذا رجع راكو أصلاً. شو قصدك يا ولد؟ أنا قصدي لما رح يرجع ما رح أسمح أنه يتزوج من أختي أبداً أبداً. ابني لحظة شوي وقف. خلص تركيه هلأ يرتاح شوي، تركيه. يعني شو الفايدة إذا حكينا معه؟ أصلاً ابنك لهان من زمان ما عاد سمع كلمتنا. لك ليش ما عم ترد علي؟ ليش؟ راؤول أنا موجوعة كتير كتير، لو سمحت بترجاكم اعملوا لي العملية. دكتور أرجوك يلا عمل لك شي شغل. العملية عمل لي العملية. بترجاك. اهدي آنيا، إذا صرختي بتتوجعي أكتر. أنتم مو حاسين فيني، عم صرخ من الوجع. لا تعملي ضجة، أنت بمشفى هلأ بتزعجي المريض يلي بالجناح اللي جنبك. ليش هذا المريض لهالدرجة مهم؟ يلا روحي قلي له أن يشرف هون وبدها تساوي عملية، وكمان قلي له إني موجوعة كتير وبدي صرخ. مو مهم مين أنتي، المهم ما تساوي ضجة بالمشفى. بعتذر حضرة الدكتور، أنت لازم تنبهها. طبعاً طبعاً، ما لازم تعملي أي ضجة بنوب. استني لو سمحتي، بدي أطلب منك معروف، فيني؟ تفضلي. ليكي أنا اليوم بدي أعمل عملية لإيدي، لهيك بدي شيء إلبسه وغير ثيابي. طيب. وينك؟ غسلي لي فستاني وكوي لي يا منيح. إيه؟ قال أنا أجيت لهون لدور على أخي راغو، بس هلأ على إيشا وأمها ضاعوا كمان وبدي دور عليهم، وين بدي لاقيهم؟
مرحبا يا أمور، من أي ضيعة أنت؟ اللي أنت في معك مصاري ولا جاي لهون مفلس؟ عفواً، يعني أنا ما فهمت شو قصدي. هي هي، طلع فيني منيح، مو شايف نحن نسوان مو رجال؟ عفواً مدام، أنا بعتذر. تركنا من الاعتذار هلأ، يا بتعطيني ألف روبية يا أما بتعرص معنا يعني. شو رأيك؟ أنا والله ما فهمت شو قصدك بالضبط يا أختي. بالله يا الله، شو بالي؟ شو رأيك؟ أنا اسمي بولا، يعني بينادولي هيك بالضيعة. بس أنا هلأ واقع بمشكلة كبيرة كتير، رجاءً خلوني أمشي. تعرفي أنا بلشت أحس بالدوخة من كتر الشوب والتلوث يلي هون. صحي إيشا، انسي بولا هلأ وخلينا نروح لبيت رايتشاند ميتال، شو رأيك؟ لأنه أكيد في عندهم مكيف. يا الله ماما، شو صار لك فجأة؟ ليش هيك عصبتي وانزعجتي؟ إيشا يا رب دخيلك شو المصيبة اللي أنا فيها. يا رب دخيلك ساعدني ماما. شوف طلع، شوفي شوفي إن شاء الله يا ربي، تحميني وتحمي شرفي يا ربي. ياي مو معقول، شو قصتك يا بولا؟ وليش هيك خايف؟ نحن بشر مثلنا مثلك. مزبوط، بس ما بعرف ليش هيك خايف، وبصراحة أنا ما بعرف شي بهالمدينة مثل الضايع. وهذا اللي لازم يصير، أنت هون بمومباي عيني، ما رح تستمتع فيها إلا إذا ضعت، ويلي بيضيع بمومباي خلص اعتبره علق للأبد، فهمت علي؟ وهون ما حدا بيساعد حدا، قوي قلبك واتكل على رب العالمين. يلا باي يا حلو. يلا باي. تحياتي مدام. مرحبا يا حلوين. ما يبلى هالجمال. ما يبلى إلهي. مرحبا يا حلوين. يسلموا الأكابر. اركضي إيجا، استني تاكسي. يلا إيجا إيجا، لك وين رايحة؟ وقفي تاكسي تاكسي. لك وقفي إيجا، استني شوي. وقفي لك إيجا. ولك أنت ليش عم تعقد الموضوع؟ مفكر إنه الشغلة مزحة؟ إذا حدا هون عرف بالقصة أنا رح أخسر شغلي كرمالك. لو سمحت إلا الحقيقة. أنت شو عم تقول كيكو؟ مستحيل، هي اللي لازم بالأول تقلي الحقيقة مو أنا. كلامي واضح ما؟ وأنا ما رح أستسلم بهالسهولة. أنا صرت جاهزة، وهلأ شو رأيكم؟ فينا نبلش؟ شو يا دكتور؟ خلينا نبلش. شوفي دكتور، لا تقلي إنك خايف تبلش بالعملية. طيب ماشي، أنا حبلش بالعملية، موافق؟ تعرف ما في شي بخوف من التخدير أبداً يا دكتور. رح أخده لحالي، وبعدين أنت كمل. إيه؟ عنيا لو سمحتي تركي الإبرة من إيدك. طول بالك دكتور، أصلاً أنا مو خايفة من الإبرة. راقول، حاول توقف راقول، هي ما بتعرف شي أبداً. مين قالك ما بعرف؟ أي مريض بده يعمل عملية بيتخدر بالأول، مو هيك؟ وبعدين ضرب الإبر مو صعب أبداً، وأنا هلأ رح فرجي. يا أنيا، هي اللي بإيدك مو إبرة تخدير، هي فيها كلوريد بوتاسيوم، وهي المادة بتموت البني آدم. شو قلت؟ أنيا ترك الإبرة، شو جنيتي أنتي؟ آه؟ تعرفي إنه هالإبرة هي كان ممكن تقتلك؟ خلص بقى راقول، هذا الدكتور عم يكذب، هو بده يمنعني بس، وبعدين إذا أنت فعلاً مهتم فيني، فأنا ما رح آخذ الإبرة كلها، بس شوي صغيرة، بس لأفقد الوعي، ماشي شوي بس. وقفي آنيا، حاجة بكفي بقى. أنتي أنتي مالك بحاجة لعملية، وهي كانت كذبة وبس، يعني مزحة. من الأول عرفاني. كنتي عارفاني؟ عن جد؟ ايه بعرف انك عم تخدعني، بس شوف كيف انا خدعتك. وهلأ اللي بقى سهل انهزم انا؟ مستحيل، واعترف انه صعب اي حدا يهزم آنيا شروف، ماشي؟ طيب خلص، انا اسف، انا اسف. وانتي اكتر بنت مجنونة شفتها بحياتي، فعلا مجنونة. لك فهميني شو خطر لك تساوي؟ لانه بصراحة لو ما عملت هيك ما كنت فزت عليك، ولهيك قلت لك إنه إيدي مكسورة، وبعدين أنت صرت تهتم فيني كتير. بينما لو كنت بتعرف إنه مو أنت السبب بالحادث اللي صار معي وقتها، يا ترى كنت رح تهتم فيني هالقد؟ يلا قول قول. عن جد؟ يعني هلأ أنت مفكرة إنك هزمتيني ما؟ ما في شك،
أنيا شروف ما بتخسر أبداً. صحي؟ وينو كيس الغسيل؟ ليكو هنيك. لك هذا الشال لراكو؟ بس شو جابه لهون على المشفى؟ ليكي هذا الشال شو جابه على المشفى؟ هي كانت لمريض بالعناية المشددة. شو عم تساوي هون يا انسة؟ ولا يهمك دكتور، اهدى شوي. دكتور، دكتور اللي شو براقه؟ طولي بالك لو سمحتي، هالشاب دخلوه على المستشفى وكان فائد للوعي بسبب ضربة قوية، والضربة كانت على الراس. ومين اللي بده يكون ضاربه؟ راقه آدمي وما بيأذي حدا. قوم راقه، راقه، راقه في حاكيني، قوم لك رد علي. انت ما حدا بحق له يضربك غيري انا. ايه بس انا، بس أنا اللي فيني أعمل لك فيه راجو لو سمحت فيه. راجو يلا قوم راجو لطلع هذا راجو. مين بيقدر يأذي راجو؟ مين؟ أنا السبب، أنا السبب. لو ما جبت على مومبي هو ما كان صار فيه هيك. ليش يا ربي؟ ليش هيك عم تعمل فيني وعم تعذبني؟ ليش هيك؟ مو حرام أنا عبدك الفقير المسكين يا ربي؟ وإجيت مشان دور على راجو بس للأسف ضاعت إيشا كمان هون بالمدينة. شو هاد؟ ليش غريب الطقس هون كتير؟ غيمي من شوي لسه كانت طالعة الشمس وشوب كمان، وهلأ عم ينزل المطر. شو هالحظ كمان يا ربي؟ يا ربي دخيلك، أنا عبدك الفقير الضايع بهالمدينة الكبيرة. يا ريت لاقي شي قرنة وصلي فيها، بس وين بدي لاقي شي قرنة؟ هاي يا أخي سكرت أمك يا غبي. اختبار تاني يا ربي؟ طيب مين اسأل؟ بولا لا تواخذني يا أخي وسامحني، بس كنت عم حاول أعرف إذا كنت رجال ولا لا. شو قصدك؟ لا لا لا، أنا قصدي إني محتاج لمساعدتك كثير يا أخي. لو سمحت فيك تدلني على أقرب مكان صلي فيه بهي المنطقة. روح من هون، يلا نقلع. يعني بهذا الاتجاه؟ نقلع. شكراً كثير يا أخي. انت بدك تتزوج من اختي جينا؟ والله لموتك اذا بتكون نواياك سيئة تجاهها، ورح يكون اخر يوم بعمرك. وينك؟ لا تحاول تهددني. بعدين انا وعدت كبير الضيعة، فهمت؟ تضرب انت وهالوعد تبعك. ليش انت مين شايل كلامك من ارضه؟ شو فيك تساوي؟ ها؟ اسوأ شي فيك تقتلني، ما هيك؟ اعمل شو ما بدك، الوعد اللي وعدته لأهلك بيهمني أكتر من حياتي، وتهديداتك وكلامك هاد ما رح يأثروا فيني أبداً. عم تفهم؟
ميمني؟ الحمد لله راجو عرفت مين أنا. أنت منيح؟ راؤول طلع راجو حكا وعرفني. راجو عرف مين أنا. متذكر أنت كيف التقيت فيني؟ أنا كنت هون كمان وأنا كان بدي ساوي عملية تخيل. لا بس يعني مو عملية حقيقية. وبعدين لما كنت عم بشلح ثياب العملية طلعت وشفت شالك هنيك. مو إلك هذا اللي ليك مكتوب اسمك عليه. وبعدين قالوا لي إنه أنت بالمشفى وبالعناية. بس هلأ انبسطت كتير وارتحت بعد ما اطمنت عليه. أنيا خلي راجو يرتاح شوي، لا تنسي إصابته براسه. تعي نطلع يلا. لا ما بدي، صار لي زمان ما شفته. خليني حاكي شوي. أصلا هو رح يرتاح إذا أنا بإيد جنبه. ما هيك راجو؟ تعرفي ماما أنا هكلالي هم شنطايتي لك بقيت مع بولا. إيشا قلك شي؟ مع أنك بقيتي فترة طويلة بتضيعة، فهميني ليش هيك بعدك أنانية كتير؟ عن جد أنت فظيعة. أخي بدي أسألك، هلأ أنت من الريف كأنه ما هيك؟ أي مزبوط مدام، بس صار لي سنين قاعد هون. طيب لما أجيت أول مرة على مومباي تتذكر وين ضعت ولا لا؟ ها؟ كيف؟ ماما برأيي ما عاد ندور على بولا، وخلينا نروح هلأ على بيت رايتشان مثال. لو سمحت خدنا على جوهر وشكرا. طيب يلا أخي نزلنا هون إذا سمحت. طيب وبولا؟ خلص بقى ماما. حالته أحسن بكتير، يعني ما في داعي للخوف. شكراً كتير إلك. معافى. شايف مثل ما قلت لك، وجودي رح يخليك تطيب وتتحسن بسرعة. هلأ في شي واجعة؟ طيب كيف صار معك هيك؟ اللي مين ضربك على راسك؟ اللي الحقيقة راجو، اللي مين هالحيوان اللي ضربك؟ كنت ضايع، بعدين طرقت بحديدي وأنا ماشي. يعني هذا كل شي صار معي، طرقت بحديدي، هذا كل شي بتذكره. بحديدي؟ وين هي؟ طيب كيف طرقت؟ فهمني كيف يعني ما شفت الحديدة؟ بصراحة أنا ما بتذكر بالضبط شو اللي صار معي. أنت كأنه عم تكذب علي ما هي؟ لا شو جنيتي أنت؟ أنا مستحيل أكذب عليك. ليك شو شايفني بنت غبية وجدبة؟ مبين من تعابير وشك أنه عم تكذب علي. مشان هيك لا تحاول تخبي علي ولا شي. جاوبني مين اللي ضربك؟ مين سوى فيك هيك؟ ما رح جيب سيرة لهان، هاي تعقيدات بتخص مجتمع ضيعتنا، والأحسن إنه ما فوتها بكل هالقصص وخليها بعيدة عن المشاكل. لك وين شردت؟ أبداً، بس كنت عم أقول لحالي يعني شو الفايدة هلأ إذا تذكرنا اللي صار بالماضي؟ بظن إنه ما في فايدة. ما شو قصدك يعني؟ بدك تسامح الشخص اللي سوى فيك هيك؟ يمكن كنت رحت فيها. ما رح خليك والله، إذا بشوفه وبمسكوني يا لأنزل فيه ضرب وشوه له واجهته كلها القليل الأدب. وإنت راقول بتروح معي نشتكي عليه؟ إيه لعيونك راجو، يلي سوى فيك كل هالشي صدقني لازم يتعاقب. كاكا جب هوا جب لب هوا.